هاء الكناية درس عملي مباشرة على درس المدود. هاء الكناية هي هاء زائدة عن بنية الكلمة تدل على المفرد المذكر الغائب، والأصل فيها البناء على الضم، زي منه، زي إيه، يحاوره، هكذا، إلا إذا وقع قبلها إيه، كسر. طيب، هاء الكناية اتفقنا ان هي هاء زائدة عن ايه؟ عن بنية الكلمة. تأتي في الأسماء، تأتي في الحروف، تأتي في الأفعال، يجمع ذلك كله قول الله تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره. يبقى له حرف، صاحبه اسم، يحاوره فعل. وصلت؟ طيب، بنقول المفرد المذكر الغائب، عشان بخلاف ذلك زي عليهم، زي عليهن، هكذا، ده مش معانا. طيب، لو جيت سألتك سؤال، ولا خلينا نأجل السؤال ده بعد الحالات. هاء الكناية لها أربع حالات أساسية. أنا بتكلم على قواعد عامة عشان اللي قاعد معايا وبيقرأ برواية قانون. هناك 10 كلمات ذكرهم الإمام الشاطبي لهم قواعد خاصة تم استثنائها من القواعد العامة الأساسية: نؤته ونصل ونصله وأرجع والكلمات اللي ذكرها الإمام الشاطبي، تمام؟ فرواية قانون لها قواعد مش هنبحر فيها، احنا هنتكلم في القواعد الأساسية لكل القراء، ودي تعتبر استثناءات ذكرت في باب هاء الكناية للإمام الشاطبي، ذكرها في الشاطبية طبعا وفي كل المتون الأخرى. القاعدة الأولى: إذا جاء قبل هاء الكناية متحرك وبعدها متحرك، تمد هذه الهاء بصلة. إن كانت الهاء مكسورة يبقى بصلة ياء لفظية، إن كانت مضمومة بصلة واو لفظية. هذه الصلة كأنها مد منفصل، فمن يقرأ بقصر المنفصل فقرأ بالصلة بمقدار القصر، وتسمى صلة صغرى. إن كان يقرأ بالتوسط فيقرأ في صلة الهاء بالتوسط إذا جاء بعدها متحرك همزة، تمام؟ وتسمى صلة كبرى. زي وله أسلم، لو أنا بقرأ بالقصر هقول وله أسلم، لو بقرأ بالتوسط هقول وله أسلم. هذه الواو واو إيه؟ لفظية فقط، لا ليست مرسومة ولا نستطيع أن نقف عليها مثل قالوا آمنا، بنقف قالوا، إنما لو وقفنا هنا هنقف إزاي؟ وله بالسكون. هي طبعا في الرسم بيبقى ليها علامة ايه؟ واو صغيرة. طيب، دي الحالة الأولى، يعني قبلها متحرك وبعدها ايه؟ متحرك. هل هناك استثناءات في الروايات؟ نعم، هناك استثناءات. اسمحوا لي هذكر لكم استثناءات حفص عشان يبقى عندكم انتوا المعلومة، تمام؟ لا، مش في الحالة دي، أنا بتكلم على الحالة التي قبلها متحرك وبعدها متحرك. اللي حضرتك بتتكلم عليها دي قبلها ساكن، أنا بتكلم على قبلها متحرك وبعدها إيه؟ متحرك. ما هي استثناءات حفص عن عاصم؟ 3 كلمات، 3 كلمات. إيه هما؟ يرضه لكم، وأرجه وأخاه، وألقه إليهم، فألقه إليهم، تمام؟ قالون لي كلمات بقى، مش عايزين نبحر فيها يعني، أنا بس أنا عايز أديكم المعلومة بتاعت حفص، أنتوا هتقيسوا عليها معلومة إيه؟ لأن في كتير من اللي قاعد ما يعرفش معلومة حفص. حفص بيقرأ أرجه وأخاه، بيقرأها هكذا، يعني بيقرأها بإيه؟ بسكون. الكلمة دي فيها 6 قراءات. فيها الكلمة دي فيها 6 قراءات.
أرجه وأرجئه وأرجئه فيها قراءات ستة. ففي حفص بيقرأها بسكون الهاء، دي رواية، هي قبلها متحرك وبعدها إيه؟ متحرك، ولكنها رواية فقرأت بسكون الهاء، فلا تطبيق لهذه القاعدة في هذه الكلمة. تمام؟ كلمة يرضه لكم في سورة الزمر قرأها حفص الهاء مضمومة ولكن بقصر الصلة، يعني ما بيعملهاش صلة، ما بيقولش يرضه لكم، فقرأها بإيه؟ بقصر الصلة، رغم أن قبلها متحرك وبعدها متحرك. تمام؟ فألقه إليهم في سورة النمل قرأها حفص بسكون الهاء رغم أن قبلها متحرك وبعدها متحرك. إذن دي استثناءات رواية في الحالة الأولى من حالات هاء الكناية. خلاص اتفقنا؟ تعال للحالة الثانية، وهي أن يأتي أو تقع هاء الكناية بين ساكنين ولكل القراء لا صلة في هذه الهاء، مثل إيه؟ آتاه الله فيه القرآن، يعني هاء الكناية وقعت بين ساكنين فلا صلة لهاء الكناية هنا لجميع القراء. عايزة تسألي في حاجة؟ ما أنا بقول الأمثلة أهو، عايزة أمثلة للحالة الأولانية؟ طيب، الحالة الثالثة أن يكون قبل هاء الكناية متحرك وبعدها ساكن ولا صلة لهذه الهاء لجميع القراء، زي مثل إيه؟ له الملك، قبلها متحرك اللام وبعدها ساكن، فما فيش صلة لكل القراء. الحالة الرابعة أن يقع أو تقع أو يقع قبل هاء الكناية ساكن وبعدها متحرك، فلا صلة لهذه الهاء لكل القراء ما عدا ابن كثير، فهي قاعدة أصلية مضطردة له في كل القرآن يقرأها بصلة صغرى. لذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يبقى بيقرأ ازاي؟ هكذا في كل بقى في كل القرآن الكريم، يشاركه حفص في موضع واحد فقط في سورة الفرقان فيه مهانة، يقرأ هكذا حفص فيه مهانة، قالون ما بيقرأش كده، يبقى حفص يشارك ابن كثير في هذا الموضع فقط وليس له في القرآن كله صلة في هذه الهاء، وأيضا لكل القراء ليس لهم صلة في هذه الهاء. أما هذه الهاء أو هذه الحالة هي قاعدة أصلية مضطردة لابن كثير له الصلة في جميع مواضع القرآن الكريم. وصلت؟ يبقى عرفنا الفرق بين هاء، قلنا الصلة الصغرى والصلة الكبرى. الصلة الصغرى أن يأتي بعد هاء الكناية قبلها متحرك وبعدها متحرك والحرف الذي بعدها ليس بهمز، والصلة الكبرى أن يكون الحرف الذي بعدها إيه؟ همز. يطبق هذه الأمور أو هذه الحالات على أسماء الإشارة، لذلك نقول هذه بضاعتنا، عملنا لها صلة أسماء الإشارة، هي قبلها متحرك وبعدها متحرك. أقول هذه الأنهار، ما عملنا لهاش صلة، ليه؟ قبلها متحرك وبعدها إيه؟ ساكن. خلصنا هاء الكناية. هسأل سؤال، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا، كلمة نفقه كثيرا لو تأملنا في هذه الكلمة قبلها متحرك وبعدها متحرك ماذا أفعل؟ أحسنت، ده سؤال بيبقى تركة بسيطة بنعمله في الامتحانات، نقول له هتقرأ هذه الهاء بالصلة؟ يقول لي لا، هقول له دي قبلها متحرك وبعدها متحرك، يقول لي اه انا متأسف اخطأت، نفقه كثير، والله بيحدث كده في الامتحان، نفقه كثير، ها؟ لا صلة في هذه الهاء لكل القراء بما فيهم
ابن كثير، لأن دي هاء أصلية من بنية الكلمة. تمام؟ لئن لم تنتهي يا نوح، نفس القاعدة. لأن أنا لو حذفت هذه الهاء، ما هو هاء الكناية دي هي هاء زائدة عن بنية الكلمة، لو حذفتها من الكلمة هيديك المعنى. تمام؟ أما هاء الأصلية من بنية الكلمة هتشيل نفقة وهتشيل هاء نفق، يتغير المعنى. ما فيش معنى تنتهي تنت، ما فيش معنى. خلاص؟ مين الدلالة على الغائب؟ مفرد الغائب. نعم، المذكر. نعم.